الدفتر كتبت الطفلة سيلا، كتبت في رفقة أطفال من إخوتها وأولاد عمها، كتبوا إنهم راح يعملوا مسرحية. هذه المسرحية ما أكلوا فيها ولا نظفوا فراشهم، كانوا برفقة باقي الأطفال من أقاربهم، لكن هذه المسرحية ما اكتملت لأن الأطفال مكانهم تحت ركام هذا المنزل. لحتى هذه اللحظة بحاول الناس إنهم ينتشلوا رثامين الأطفال الموجودين في هذا الدفتر، وعد وجنان وسيلة وحلا ولين وحسام، كلهم أصبحوا شهداء. حلم الطفلة سيلة بعد نهاية الحرب، لكن سيلة غادرتنا وما انتهت الحرب، حاطة بنود 30 يوم دليفري وحابة تحضر تلفزيون وتطش وما بدها وتكلم بابا وتشتري ملابس زي باقي الأطفال وتسافر وتفتح. يا الله، حلم الطفل الفلسطيني حلم بسيط. الله يرحمها يا عم سيلة، يا رب هيك ويصبرك ويرحم. الله يصبرهم يا رب، الله يصبرهم.